بسم الله الرحمن الرحيم. الان انا متواجدين في المعرض تاع الديوان تاع غناوة كاسيلو. هادو هما الالات اللي قمنا بصناعتها، آلة قمري تتكون من جلد، نقدروا نديروا جلد تاع ابل او جلد تاع ماعز. ماعز يكون بالغ الجلد تاع الماعز. نجلدوهم نصنعو خشب، النوع تاع الخشب ماهوش نوع عادي، نوع يسموه الاتر. الذراع تاعو كيما نقولو هنايا يجي عنده ثقبه هنايا، وهادو خيطان. في قديم الزمان كانوا يديروا خيطان تاع المصارين تاع الماعز. هذا آلة قمري عادية متوسطة الحجم. كاين القمري اللي يكون الحجم تاعه أكثر من 60 سنتيم يسموه الهجهوج. وكاين آلة السوزان، هذه آلة نوع من آلة القمري، بصح هي آلة صغيرة، آلة صغيرة يسمونها سوزان. يتسائلوا يقول لك هذه الريشه، هذه كما نقولوا حنايا سرساره. كان بعض الاماكن يقولوا لها الريشه البوريه. هذه السرساره الدور تاعها في السوزان ولا في آلة القمري تعطينا لو سون دو كوتروتون تاع القمري. هذه آلة قنيبري مصنوعه بقرعه، هذيك القرعه اللي كانوا الناس الاوائل اللي يشربوا فيها الماء. هذه آلة قمبري، اول آله كانت حنا في الجزائر كانوا يلعبوا بها صنايعيه صحاب الشعبي، كانوا دايرينها في الاوركسترا تاعهم. اما هذا قمبري مصغر، يعني نفس التفصيل هو صغير. حنا باش ننشروا ثقافه الجزائريه تاع الديوان للاطفال والاجيال الجايه صنعنا لهم هذه، يعني يديرها كلعبه ولا يعلقها هكا في الدار ك مش عارف انا يا شباح ولا. الالبسه تاع الديوان كانت في القديم الزمان كاع في اللون الاسود الحزن. من بعد ما دخولهم الاسلام وقبولهم من طرف المجتمع ولات الاغاني تاعهم افراح ودينيه، ولا طاو واحد الصبغه في اللباس تاعهم، يعني لي كولير فيفون، يعني يبينوا على الفرح، يبينوا على الهناء المعيشي تاعهم اللي استقروا ولاو لباس. حتى اللباس تاع الفرقه هذا احنا نخدموا بهذا اللباس ويديروا هذا الشكل، اشكال الوداع. هذا الوداع يديروه على اساس كيما نقولوا هنايا ازهار، مثلوا به شو زهره، مام حتى الساك تاعهم العماره هنا نقولوها. حنا دروك رانا نديروها كلباس، الفرقه تقدم به عروض في الحفلات تاعها.